ولكن مش فاهمين ومش عارفين ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي او داخل مؤسسه النادي الاهلي. الخطابات اللي معايا دي والاوراق اللي معايا دي هوريها لحضراتكم وهقول لكم كلمتين في وسط هذه الخطابات. الكلام اللي انا هقوله ده في وسط هذه الخطابات. وعلى الجمهور الواعي والعاقل ان هو يفهم الكلام ده، او الناس اللي بتفهم يعني، اللي هو جمهور النادي الاهلي. كل جمهور طبعا فوق دماغنا من فوق، بحترمهم جدا، ولكن انا هنا بأخاطب جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي، الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده كلام لوائح وقوانين وورق ومراسلات ما بين اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري، ممثله في المدير التنفيذي الاستاذ وليد العطار، وما بين النادي الاهلي ومجلس ادارته وفي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مش جايب كلام من جيبي، ولا هو مجرد كلام واي بطاطس واي كلام بيتقال وخلاص، لا. خلونا نبدا بس بالكلام اللي بيتقال من امبارح للنهارده. بيقول لك ايه؟ النادي الاهلي على اعتبار، يعني خلينا دايما ناخد الكلام على ان ممكن يحصل، النادي الاهلي لو ما راحش لاعب الجونه هيتخصم منه 9 نقاط. على اي اساس يا حبيبي هيتخصم منه 9 نقاط؟ على اي اساس النادي الاهلي زي ما بيتقال الاشاعات اللي طالعه امبارح واول امبارح، النادي الاهلي هيتخصم منه 9 نقاط وهينزل مش عارف درجه ثالثه ولا درجه ثانيه وهيعمل مش عارف ايه. الكلام ده اي كلام، اي كلام. لا يا عم اسلام، انت بتقول، انت اللي بتقول اي كلام يا عم اسلام. لا انا ما بقولش اي كلام، انا ما بقولش اي كلام. الكلام اللي انا بقوله هو كلام مخاطبات رسميه وورق رسمي ما بين النادي الاهلي ومجلس اداره او اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. خليني ابدا مع حضراتكم واحده واحده.